الهدى ودين الحق. مرحبين فرحين بوجودكم معنا لإحياء مناسبة غالية على كل الأمة الإسلامية. يتشرف أعضاء مكسب الجمعية الثقافية جاردينيا لبلدية سطيف بالترحيب بكل الحضور، كل باسمه ومقامه. وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن تكون هذه التظاهرة أول نشاط رسمي للجمعية بعد إطفائها شمعتها الأولى بمناسبة المولد النبوي الشريف. فإن ولايتنا ولاية سطيف هي قبلة لكل الفنون والثقافات من مختلف ولايات الوطن. ها نحن اليوم نلتقي في هذه الفعاليات الرائعة، سواء من حيث الهندسة أو من حيث الهندسة لها أو من حيث التصميم والمضمون الجميل الذي بدأته جمعية فتية أرادت أن تبدأ وهي كبيرة. وعندما يكبر الطموح تكبر التحديات. أعلن رسميا باسمكم جميعا عن افتتاح هذه الأيام، أيام وطنية للسماء والمديح الديني في طبعتها الأولى، إن شاء الله تكون يعني كمهرجان. نحتفي ونحتفل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكان لزاما على كل مسلم أن يفرح بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، ويفرح ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وهزت بسر عجيب What's up?
عظيمة هي وهي المولد النبوي الشريف. برنامج تظاهره برنامج متنوع يحمل في طياته حفلات إنشادية لأربع فرق من ولاية الصيف وخمس فرق من باقي ولايات الوطن، بما فيها ولاية غردية، ولاية قسنطينة، ولاية لمدية، ولاية لمسيلة، ولاية والجزائر العاصمة في الاختتام إن شاء الله. يتضمن البرنامج كذلك مداخلات فكرية. نتقدم بالشكر كل من منح الدعم للجمعية هذه المناسبة، مناسبة المولد النبوي الشريف. نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وإحنا يعني جد سعداء بهذا تنظيم هذه الأيام للسماع والمديح الديني من قبل هذه الجمعية الفتية، جمعية غاردينيا. سرينا بحضور هذا الفرق مختلفة اللي جات من البعيد، ونتمنى لهذا إن شاء الله هذا الجمعية يعني تكون هذا التظاهرة سنة حميدة تتعود كل سنة، وإحنا بحاجة يعني مثل هذه الفعاليات الثقافية واللي عندها طابع ديني. اليوم في المهرجان هذا تسمع اللي بمناسبة المولد، الفرقة قدمت عرض مجموعة وصلات من شتى الطبوع الجزائرية، وتفاعل مع الجمهور، وحاجة مليحة إن شاء الله تتكرر وتكثر أنشطة، خاصة بعد فترة الركود اللي مرت بها ساحة ثقافية في الجزائر، ولنا لقاءات إن شاء الله في المستقبل القريب إن شاء الله. قد تشرفنا اليوم بمدح خير الأنام، خير خلق الله عز وجل، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا الكريم، في هذه المناسبة السعيدة من خلال تقديم قراءات شعرية على هامش فعاليات الأيام الوطنية للسماع الصوفي والمديح الديني. مثل هذه الفعاليات تجعلنا أن نستذكر دوما السيرة العطرة لأعظم خلق الله ولمن سيشفع في هذه الأمة يوم القيامة.